نرحب بكم مشاهدي قناة اون في كل مكان، ورسالة قناة اون اليومية من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. ما زلنا نتابع مع حضراتكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لليوم الرابع على التوالي. الحقيقة كمان ان في تزايد كبير جدا من الجمهور والاعداد الوافدة على معرض القاهرة الدولي للكتاب من جميع الفئات العمرية. كمان لو ناقشنا مع حضراتكم أهم فعاليات اليوم، فهناك ندوة تحت عنوان أو لمناقشة كتاب سيرة وطن تأليف أحمد الطهري، وندوة أخرى يحتفي بها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 لميلاد مثلث رحمات البابا شنودة الثالث. هنروح في جولة مع حضراتكم من داخل المعرض نشوف آراء العارضين والزائرين. سلسلة سيرة وطن هدفها في الأصل هي توثيق ما يجري في مصر، لأن احنا بيغيب علينا كتير جدا مسألة التوثيق في زحمة الأحداث. السلسلة حتى الآن جزئين اللي تم طرحهم، الجزء الأول الطريق إلى الجمهورية الثانية، الجزء الثاني وهو عند منتصف الطريق هو هنا بيرمز للعام وهو عام 2022. ليه؟ لأن احنا عندنا كمصر مخطط تنموي معلن وهو اسمه مصر 2030. بالتالي انت النهارده بترصد المخطط التنموي بتاعك وسط كل ما يحدث اقليميا ودوليا في نظام دولي بيمر الان بعمليه انتقال من مرحله لمرحله. الكتاب بيرصد ابعاد كثيره جدا، بيبدا بالانسحاب الامريكي من افغانستان، وبيرصد الفكر الاصلاحي للقياده السياسيه، حتميه الحوار الوطني في المرحله الراهنه، ويا رب ان شاء الله يعني يجد القارئ فيه يعني ما يفيد. معرض القاهره الدولي للكتاب هو المعرض الثاني على مستوى العالم. معرض القاهره الدولي للكتاب هو واجهه مصر الان بعد نخله الى هذا المكان الحضاري. هو الدورة دي مختلفة لأن كل الدور اللي كانت مشاركة نزلت، يعني كل الدور اللي بتقدم للمعرض فكلها دخلت الحمد لله. هي الدورة دي المميز فيها إن إحنا كلنا كدور نشر يعني في خصومات أزيد من أي سنة. بصراحة هو المكان جميل قوي، بس هو في زحمة قوي، يعني أنا أول مرة يجي بصراحة، فكان تو ماتش ناس يعني، بس هو جميل قوي، يعني المكان حلو وكتب جميلة جدا. الدورات اللي قبل كده كانت كويسة، بس الدورة دي زودوا شوية الكاتيجوري بالنسبة لمعرض الكتاب، بقى أكبر شوية من حيث الكتب والأعداد والسكاشن وكل الكلام. الحاجة المميزة الوحيدة اللي بتبقى في المعرض هي الهيئة العامة للكتاب اللي هي مكتبة الأسرة، هي ما بتبقاش يعني كل دور النشر بتزود الأسعار وفقا طبعا للحاجات اللي في الاقتصاد في السوق وكده، إلا مكتبة الأسرة يعني هي اللي ثابتة يعني على الأسعار بتاعتها.